الفل. انا دخلت على طول في الموضوع. احنا عشان بنبقى بنتمرن قبل ما نبدا نصور، فلما نقول يلا هنصور بنبدا لسه بنريح يعني. بنبتدي نريح. بس احنا جالنا اسئله كتير قوي بخصوص السبلمنتس او المكملات الغذائيه. احنا عارفين انه في اهالي كتير بيبقوا قلقانين على ولادها. عايزين نعرف كوتش حسام، امتى واحد ياخد مكملات غذائيه، وامتى محتاج وامتى ما ياخدش مش محتاج؟ حقيقه انا فعلا قريت اسئله كتير جات لنا عن موضوع المكملات الغذائيه، وبالذات من اولياء الامور بقى، الاهالي اللي بيخافوا على اولادهم ان هو بياخدوا سبلمنتس، والناس اللي عايز تعرف ايه المميزات بتاعتها وايه العيوب بتاعتها وهل هي خطر فعلا ولا لا. فممكن النهارده نوضح شويه حاجات كده مع بعض عن المكملات الغذائيه. مبدئيا هو اسمه مكمل غذائي، فهو بيكمل حاجه نقصانة من الاكل بتاعنا. تمام. النيوترينتس بتاعتنا، المكونات الاساسيه للغذاء بتاعنا، يبقى ناقصها حاجات لو كملناها من الاكل خير وبركه. احنا مش محتاجين. بس للاسف دلوقتي الخضار بتاعنا والفاكهه بتاعتنا ما بقاش فيها كميه الفيتامينز بتاعت احنا اغلبنا. طبعا بالظبط، اغلبنا ما بياكلش الاكل الصحي اللي المفروض ناكله. عندنا الفرصه ان احنا ناكل بالشكل الطبيعي مظبوط، فبالتالي غصب عننا بنضطر ان احنا ناخد الحاجات اللي ناقصه من الوجبات بتاعتنا ناخدها مكمل غذائي. طيب اوكي. اساسي بالنسبه لنا مثلا المالتي فيتامين مثلا، ما نقدرش نقول ان احنا بنعرف ناخد الفيتامينز كلها. بتبقى موجوده في الاكل بس مش في الكميه اللي جسمنا محتاجها. تمام. بس للاسف في ناس بتسيء استخدام ده. فالمكملات الغذائيه هي نافعه لو انت محتاجها. حد بيتمرن بيروح الجيم ما بيعرفش ياكل البروتين الكافي دي، يقدر يكمل دوت في المكملات الغذائيه. هل يعني ده سؤال من الاسئله اللي جات لنا، هل لازم واحد يكون بيتمرن او بيروح الجيم او بيتمرن اي تمرين عشان يقدر ياخد المكملات الغذائيه دي؟ من الاحتياج الاكتر للسبلمنتس لما يبقى الجسم بيتمرن بيبقى عنده احتياجات اكتر من الجسم الطبيعي. طبيعي، عشان بيحرق كده محتاج فيها السبلمنتس. تمام. في بعض الناس بياخدوا السبلمنتس ديت كأكل. لو فعلا عندهم مشكله في الغذاء بتاعهم بس يقدروا يكملوا يعني اي دونت ريكومند ان انت تاخدها بالكميه اللي انت مش عارف ايه الكميه، هي خطورتها اصلا مش فترات كبيره يعني. ممكن تاخدوها فترات كبيره. تمام. بس خطورتها ان احنا لازم نكون عارفين احنا ايه اللي ناقصنا علشان نعرف نكمله بده. الحاجه الثانيه ان احنا نعرف احنا الكميه بتاعتنا عامله ازاي. يعني هي بتبقى خطر جدا وبتحمل علينا لود كبير لو احنا خدنا كميات كبيره وحاسين بس ان احنا لو خدنا بروتين مثلا هيزود لنا عضلات من غير ما نتمرن. ده مش حقيقي، بالعكس ده ممكن يبقى ضر. اي حاجه بتزيد عن حدها بتبقى ضاره جدا، ولازم ابقى في وعي في الحته دي. ده حقيقي. فما نقدرش نقول ان احنا في المطلق هي مفيده او ضاره غير لو خدناها بالطريقه الصح. على قد ما تقدر تشوف حد متخصص نوتريشنست متخصص في التغذيه يقدر يقول لك انت محتاج قد ايه من البروتينات بتاعتك، انت محتاج قد ايه فيتامينز، انت يبقى عارف إيه. يروح لحد متخصص عشان ما ياخدش من نفسه. لازم. طيب. مش محتاج ان هو يقرا على العلبه نفسها او حاجه ايه اللي مكتوب فيها وياخد زي ما هو، لان هو ده مش ممكن يكون الاحتياج بتاعه الاساسي. ماشي خلاص. ولو في اي اسئله على دوت ممكن يبعتوا لنا، احنا نرد عليهم على طول. على ريفايف فيتنس او على صباح البلد، على صباح البلد نقدر او صدى البلد، صدى البلد كمان نقدر نتواصل مع بعض، واقدر ارد عليكم نفسي اصلا على الاسئله اللي سالوها. انا جاهزه للتمرين، هنتمرن النهارده شويه تمرينات بقى بالستبس. اوكي. الستب ده ممكن يبقى موجود اصلا في البيت عندنا باي شكل من الاشكال. زي ايه؟ يعني ممكن كرسي المطبخ مثلا. كرسي المطبخ، واكيد كرسي المطبخ موجود يعني. كرسي المطبخ كله يقول لك يعني ايه كرسي المطبخ وهو عنده كرسي مطبخ جوه. اللي هي الكراسي اللي نفس الحجم ده، يعني الكراسي اللي بتبقى الكراسي القصيره مش الكراسي العاليه. ده حقيقي بالارتفاع بتاع يا اما دوت. يا اما سلم في البيت، يا اما سلمه واحده في البيت. ممكن لو في اي صوفة او اي كنبه مثلا تبقى ناشفه شويه وتبقى قصيره شويه يقدر يستخدم عليها التمارين اللي هنعملها. طيب انا هجيب ده هنا كده. انت عارفه بقى التمارين. انا جاهزه طبعا. ايوه. طيب اول تمرين هنعمله تمرين اسمه اللانج، من التمارين المهمه قوي عندنا يا فرح. هطلع رجلي الشمال فوق ورجلي اليمين، الرجل اللي ورا. ايوه صح كده. اوكي. ايوه. وهبدا بفتح قد ايه يا كوتش؟ يعني فتحه رجلي وانا نازل هنا بحاول ان انا رجليا دي تبقى 90 درجه ورجليا دي تبقى هنا 90 درجه، وهبدا احط ايدي في وسطي وظهري مفرود، وهنزل واطلع. بنزل قد ايه برضو؟ 3 لحد ما اوصل ل 90 درجة برجلي اليمين. اوكي. 4 5 رجلي ابتدت تشد فعلا. هنسويتش الرجل الثانية على طول. احنا نسيت احنا هنعمل ايه؟ احنا نفس اللانجز؟ الرجل الثانية بقى عشان ما يبقاش عندنا عضلات في الرجل. قد ايه كم احنا هنعمل 5. المشاهدين هيحاولوا يعملوا 15.
اوكي 15 ثلاث مرات يعني 15 ونريح 30 ل 45 ثانيه وبعد كده نعمل 15 ثاني. واحد. جاهزه يا فرح؟ انا بدات خلاص. يلا 1 2. طبعا البطن ايه يا فرح؟ مشدوده. ايوه الظهر مفروض. والوش بيضحك. اوكي قصديني خلاص صح؟ لا 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 انا خلاص حفظت. طيب في تمارين بقى ايه مهمة يعني ستات كتيرة برضه هتفرق معاهم، ده اللي عندهم دهون في ايديهم هنا من الحاجات اللي بيواجهوها كتير قوي. طبعا التمرين اللي هنعمله دوت هيمرن عضلات الترايسبس والكتف كمان العضلات المهمة قوي وجزء من عضلات الصدر كمان الشست. جميل. اسمه الدبس. هنعمل الدبس. اوكي جاهزة؟ يلا جاهزة. هنا ولا هنا؟ لا هيجي هنا. يلا هقعد على الستيب كده عادي، ايديا هتبقى جنبي. ايوه فرح بقت مدربه خلاص. والركبه مفروده؟ ممكن اتني ركبتي شويه متنيه. ايوه صدري فوق بطني مشدوده وابدا انزل لتحت. 1 2 3 4 النفس ايه؟ وانا طالع هفضي النفس. 5 6 7 هيل هرجع بوستي ورا شويه. 8 9 10 هحاول اعمل التمرين ده برضو 15 عده ونريح 30 ثانيه 15 عده 30 ثانيه 15 عده ثلاث مرات 30 ثانيه. اوكي في تمرين بقى بيشغل الكارديو فاسكولار عندنا او يشغل بيخلينا نشتغل كارديو شويه، نبدا تمام. نحرك جسمنا كله كاننا بنجري او كاننا بنمشي على التريدميل مثلا. الكارديو ده مهم جدا، بنستخدم الاستاب وبيشغل ماسلز كمان بتاعت الجلوتس والكوادريسبس والهامستر في نفس الوقت. اوكي بنشتغل اول حاجه البيزك سات 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 معايا 2 3 4 1 2 3 4. مهم قوي واحنا شغالين كعب رجلي اللي بيطلع مش مشط رجلي عشان ما اعملش لود على مشط رجلي. ثلاثة كمان one. واعتقد two. العد كمان فارق في ترتيب ترتيب التمرينه نفسها. اوكي ستوب ده واحد، ممكن نعمل واحد كمان الترنيت هنا. جاهزه؟ يلا وانا طالع انا هعمل اول عده كده بالحركه البطيئه. انا هنا 1 2 3 ظهري مفروض 4 اسرع 5 6 7 8 9 10 15 عدة شاطرة. قعدت اعلمها كتير قبل ما نصور عرفت تعملها كويس. اخر واحدة يلا اخر واحدة هنعمل ايه بقى؟ دي اي واحدة؟ دي انساي. اوكي جاهزة؟ يلا انا معاك رجلك الشمال 5 4 3 2 1 اند جو 1 2 اسرع 3 هيل 4 5 6 على طول بطني مشدوده والظهر مفرود. صح كده؟ صباح الفل عليك. صباح الفل. في تمرينه ثانيه ولا كفايه؟ كفايه دولت نبدا بيهم والمره الجايه نبدا نزود عليها تمارين كمان. اوكي باي باي. شكرا.